صباح الخير يا شباب، اتمنى كلكم تكونوا بخير. الساعة دلوقتي حوالي 5:30 الصبح. كنت عايز اصور الشمس وهي بتطلع اول حتة منها. امبارح ما كانش فيه سحاب خالص وشفتها منظر جميل يا شباب. الشمس عمالة تطلع وما فيش سحاب خالص على خط المية كده اللي هو في الافق، فبتحس فعلا كأن الارض بتدور كده شايفين كده بالظبط ناحية الشرق. وبقول لكم شفت النقطة بتاعت الشمس، وبعد كده النقطة عمالة تكبر بسرعة، كأن من يعني في أقل من دقيقة اللي عمالة تطلع. ففعلا بتحس كأن الـ الأرض بتدور في الاتجاه اللي بقول لكم عليه ده كده، عمالين ننزل لتحت والشمس بتطلع لفوق. طبعا الشمس ما بتطلعش، اللي بينزل الأرض بتنزل لتحت. فبقول لكم المرة دي النهاردة عشان في سحاب بسيط على الأفق زي ما انتوا شايفين، ما اعتقدش ان الخط المية خط الأفق هيبقى فاصل ما بين قوي، يعني هنقدر نشوف اول حتة من الشمس. لاحظوا في غيوم على الأفق، امبارح كانت مية بس، ما فيش اي مية وسماء، ما فيش سحاب بينهم، الخط فاصل ما بين المية والسماء. انا شايف ان الشمس دلوقتي ما عادها تطلع، لو قربت شوية المفروض تطلع من المكان ده تقريبا اللي هو تحت ايه السحابة دي كده تقريبا. اوكي لو قربت اكتر شايفين حتى باينة في السحابة، هتبقى تخيلوا ده كان خط بين المية والسماء. دلوقتي شايفين السحاب ازاي مغايرة المنطقة دي، مش هنشوفه طبعا لان السحاب قدام الشمس كده. هرجع تاني خليني هشوف، يمكن تيجي يا شباب هشوف دلوقتي معاكم. ما اعتقدش انها هتبان زي ما بانت امبارح عشان السحاب، بس يلا هشوف. كنت ناوي اطلع الدرون النهارده واصورها برضو، بس عشان لما شفت السحاب قلت مش هينفع. انت وحظك بقى حسب اليوم اللي ما يبقاش فيه سحاب بالمرة. سحاب كتير زي ما انت شايفين كله على الافق، حتى هناك حتى كده في البيت دي كل الحتة الغامقة فوق المية دي كلها سحاب. دي في الجزء اللي هو الشمس هتطلع منه بدأ ينور اكتر ازاي. لو ما كانش في السحاب ده يا شباب كنت هتشوفوا منظر رائع. شفته امبارح ما صدقتش والله بجد، اول مره اشوفه. لو عايزين حاجه في حياتي كلها ان الشمس طالعه من ورا المايه وما فيش سحاب خالص زي ما انتم شايفين. السحاب ده هيسبب مشكله طبعا في الرؤيه. باينة خالص الحتة اللي هتطلع منها الشمس، شايفين أشعة الشمس ضاربة في الجزء اللي هو في السنتر بالظبط دلوقتي. هي بدأت تطلع، شايفين أول حتة هي بدأت قدامكم. بص بقى عمالة تكبر إزاي، بص بسرعة. يعني أنا واقف دلوقتي ولا بسرع، بص كأن الأرض عمالة تنزل بالظبط. طبعا دلوقتي السحاب هو اللي مبينها جاي من ورا السحاب، لكن تخيلوا المنظر كان يبقى خط المية بالظبط خط أفقي. أنتوا شايفين عمالة تكبر بسرعة، عمالة تكبر بسرعة يا شباب في أقل من دقيقة، ما بهرجش يعني سبحان الله فعلا. واو شايفين عمالة تكبر بسرعة ازاي؟ خمسة وأربعين دقيقة بالظبط بتطلع. شايفين عمالة تكبر قدام عينينا كأن الأرض عمالة تنزل كده شايفين كده بتلف كده اتجاه الشرق. معرفش عبدة الأرض المستوى بيفسروا الكلام ده ازاي، ليهم رقصات كده. بص عمالة تكبر الشمس، شايفين السحاب اللي فوق مقرب شوية. شايفين كانت نقطة صغيرة من أقل من دقيقة، شفتوا كبرت ازاي؟ هنشوفها دلوقتي طالعة من فوق السحاب، حتى اللي هو فوق دلوقتي مش السحاب اللي تحت. هي دلوقتي ما بين منطقتين سحاب زي ما انتم شايفين الشمس، والجزء النص باين منها، الحتة اللي فوق مش باينة والحتة اللي تحت مش باينة. اما نشوف كده الحتة اللي فوق هتاخد وقت قد ايه
قبل ما الشمس تعدي من وراها، حوالي دقيقة دقيقتين بالكتير قوي. انا بقول لكم هيبقى فيديو حلو ده، اتفرج عليه واشوف النقطة وهي طالعة. الشمس دلوقتي ورا تمام، يعني اعتقد انها فوق الافق تماما دلوقتي، بس السحاب هو اللي تحت ده مغطي منها الحتة اللي تحت، والسحاب اللي فوق مغطي الحتة اللي فوق. عايزين نشوف السحاب اللي فوق الشمس هتعدي من ورا بعد قد ايه. الفيلم دلوقتي من ساعة ما بدأت أسجل 5 دقايق ونص، هي بدأت تطلع. شفت بسرعة ازاي؟ بدأت تطلع من فوق، شايفين؟ بص بقى هتكبر ازاي الحتة دي اللي فوق الشمس، اللي فوق السحاب قصدي، عمالة تكبر بسرعة، شايفين؟ كأن الأرض بتلف، سبحان الله. ومكأن مش كأن الأرض بتلف، الأرض بتلف بس عشان احنا قاعدين واقفين عليها مش حاسين بيها، شايفين الشمس طلعت من فوق السحاب الجزء اهو دلوقتي بسرعة، ما خدتش وقت. الشمس كلها فوق الأفق دلوقتي. السحابة عزمة الشمس اتنين، السحابة اللي فوق دلوقتي، الشمس عدت تماما من السحابة اللي تحت، شايفين؟ اللي هي فوق المية. دلوقتي الشمس طالعة في السحابة اللي فوق. مش طالعة طبعا، احنا اللي عمالين ننزل لتحت، الارض اللي عمالة تنزل لتحت وهي بتلف. انا بعمل لكم الافلام دي كلها يا شباب عشان عبدة الارض المستوى، شايفين الجزء اللي تحت هيستخبى دلوقتي من الشمس تحت السحابة اللي فوق، شايفين باينة الحركة؟ بداية بس مش ثابتة، باينة ان الشمس عمالة كأنها بتطلع لفوق، شايفين؟ عبدة الأرض المستوى بيقول لك دي كأنك بالظبط بتبص على شريط القطر، ولما بيبقى شريط القطر بيبقى قضبان القطر من بعيد باينين إن هما لازقين في بعض، فبيقول لك الشمس كده بالظبط. الأغبياء عشان الشمس بيقول لك إنها كانت عمالة تقرب منك دلوقتي، فإيه فبتبان المسافة كبيرة. المشكلة اللي هما مش فاهمينها الأغبياء إن لو كده حجم الشمس وهي عمالة تقرب المفروض يكبر كمان، حجم الشمس ثابت، الدايرة القطر بتاع الشمس ثابت يا شباب. قمة الغباء والله العظيم بجد، قمة الغباء. شايفين الشمس طلعت دلوقتي طالعة فوق السحابة اللي فوق، هفضل معاكم لحد ما تطلع كلها فوق وبعد كده وقافل بقى الفيديو. هيبقى حوالي 10 دقايق الفيديو. شايفين خط الماية باين، ولكن للأسف في سحاب، وسحاب دلوقتي بقى مش باين قوي عشان الشمس. السحاب اللي هو فوق المايه بالظبط، السحاب العالي شويه اللي مغطي من الشمس ده باين، لكن السحاب اللي تحت اختفى دلوقتي، هو موجود عشان نور الشمس البرتقاني يعني مغطيه طبعا، لكن الخط بالظبط خط المايه باين اهو. شايفين الشمس دلوقتي طلعت اهي، تقريبا هتطلع تقريبا كلها فوق السحاب اللي فوق. شايفين السحاب اللي فوق لونها بدأ يختفي كمان لأن نور الشمس قوي. لاحظ الشمس طلعت اهي كلها فوق السحاب اللي فوق، وكأننا ما بنحركش، وكأننا شايفين الشمس بتتحرك، ولكن اللي بيحصل الشمس واقفة ما بتتحركش. اللي بيتحرك الأرض عمالة تنزل لتحت، الأرض عمالة تنزل لتحت. 100 100، منظر جميل يا شباب. نبعد كده قبل ما أقفل، شايفين؟ أبعد أكتر. واو، 100 100 يا شباب، يلا سيبكم على خير، سلام. 8 دقايق 9 دقايق بالظبط.